السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. إن شاء الله سنتحدث عن أداة مهمة من أدوات معلم الأونلاين، ألا وهي سبورة جامبورت، جوجل جامبورت. هذه السبورة موجودة في جوجل درايف، مهمة جدا واحترافية بشكل كبير. طيب، كيف أصل لهذه السبورة؟ طبعا أذهب إلى جوجل درايف من خلال الشاشة الرئيسية لصفحة جوجل، وأضغط هنا على هذه النقاط التسع وأختار كلمة درايف. سأدخل هنا على ملفات جوجل درايف. جميل، سأقوم بالضغط على كليك يمين وأضغط على المزيد، وسأرى هنا جوجل جامبورت. سأضغط هنا لفتح صفحة من صفحات جوجل جامبورت. ستظهر لي بهذا الشكل الأولي. سأقوم بتغيير العنوان، مثلا نقول درس الحروف. جميل، وأقوم بتغيير العنوان بهذا الشكل. هذا هو إطار العمل الخاص بسبورة جامبورت. جميل، سأجد هنا في هذه الأدوات، سأجد هنا الأقلام. جيد، أنواع الأقلام بالألوان الخاصة بها، هنا المحو يعني الممحاة، وهنا الاختيار من خلال الماوس، وهنا يمكنني وضع ملاحظات، وهنا يمكنني رفع صورة، وهذا يعني يعطيني مثل خط يتلاشى. جيد، بهذا الشكل. طيب، هنا يمكنني تكبير يعني حجم السبورة، ممكن تكون 100% مثلا بهذا الشكل، أو أجعلها ملائمة، يعني جوجل تختار أفضل حجم مناسب لشاشة الحاسوب الذي أعمل عليه. طيب، هنا أستطيع أن أقوم بعمل خلفية. جيد، اختيار خلفية معينة، ممكن تكون بيضاء بهذا الشكل أو فيها نقاط هكذا، أو مربعة بهذا الشكل، أو يعني اختار أي خلفية من هذه الخلفيات التي قد تناسبني. جيد، يعني نجعلها مثلا هذه الخلفية. جميل، هنا أستطيع أن أقوم بمحو الإطار عند كتابة أي شيء. يعني لو ذهبنا هنا للأقلام واخترت مثلا قلما معينا واخترت اللون وكتبت أي شيء بهذا الشكل، أستطيع أن أقوم بمحو ما كتبته. جميل، هنا أستطيع أن أنشئ سبورة واثنين وثلاثا بهذا. عندما نضغط هنا إنشاء إطار جديد، سيفتح لي صفحة جديدة خالية تماما، وإعداداتها الديفولت، يعني الخلفية بيضاء وكل شيء. أستطيع أيضا أن أغير الخلفية أو أتركها كما هي. جيد، من هنا أستطيع أن أقوم بعمل إعادة تسمية أو تحميل ما سأكتبه على هذه السبورة في هيئة ملف PDF، أو حفظ الإطار كصورة، أو يمكنني إزالة كل هذا الإطار الذي أعمل عليه، أو إنشاء نسخة، أو إذا كان هناك تحديثات، أو إرسال تعليقات. وهنا أستطيع أن أقوم بمشاركة هذه السبورة جامبورد مع الطلاب الذين معي من خلال الإيميل، أو من خلال نسخ الرابط وإرساله للأشخاص الذين أريدهم أن يتشاركوا معي في جامبورد. طيب، لنبدأ ونبدأ مع الإطار الأول أو الصفحة الأولى. سأذهب هنا لأختار القلم. طبعا هذه أنواع الأقلام، هذا مثلا الخط رفيع جدا، وهذا الخط يكون إلى حد ما يعني مناسب، هذا الخط أيضا بهذا الشكل لكنه يكون شفافا إلى حد ما. جيد، وهذه مثل فرشاة للتلوين. جميل، طيب أقوم بالمحو وأختار ربما هذا هو المناسب، وأكتب مثلا حرف ألف. جيد، أكتب حرف ألف بهذا الشكل. طبعا أنا أكتب بالماوس، أكتب بالماوس إذا كان هناك جهاز لوحي الذي نستخدم فيه القلم وأجعله متصلا بالحاسوب وأكتب عليه، ستكون الكتابة أفضل من هذا بكثير. جيد، أستطيع أن أكتب مثلا أي شيء بالماوس بهذا الشكل. جيد، وأستطيع عذرا طبعا أستخدم الممحاة لمحو ما أريد أن أمحوه بهذا الشكل. جيد، هكذا. جيد، أستطيع يعني أغير اللون مثلا وأضع الحركات بهذا الشكل. جيد، هنا طبعا للمسح أستطيع أن أقوم بمحو مثلا جزء معين وأعيد كتابته مثلا هكذا.
بهذا الشكل. جاي طبعا أكرر استخدام الجهاز اللوحي الذي نكتب فيه عليه بالقلم، هذا سيكون أفضل في الكتابة، تكون الكتابة حقيقية وسليمة 100% تقريبا. أستطيع من هنا أن أقوم برفع صورة أرفعها على سبورة جامبورد بهذا الشكل من الحاسوب عندي وأضيفها على سبورة جامبورد، سيتم رفع الصورة بهذا الشكل. أستطيع أن أتحكم في اتجاه الصورة بهذا الشكل، جيد، وأستطيع أن أتحكم في حجم الصورة هكذا، ومن هنا أقوم بتكرار الصورة بهذا الشكل، جيد، أو أقوم بحذف الصورة. أستطيع أن أضع ملاحظة على هذه الصورة، أضغط هنا على، يقول هنا ملاحظة ثابتة، وأكتب مثلا بهذا الشكل، وأقوم بالحفظ، جيد، وتم حفظ الملاحظة. أستطيع أن أصغرها وأكبرها أو أكبرها بهذا الشكل. أيضا أتحكم في اتجاه الملاحظة ومثلا أضعها هنا. أستطيع أن أقوم هنا من خلال هذا التبويب بتعديل، مثلا أقول هذا أسد كبير، وأقوم بالحفظ. ممكن أغير الخلفية طبعا من هنا بهذا الشكل، جيد، أستطيع أن أكبر يعني هكذا، جيد، نعم بهذا الشكل. طيب، فهذه السبورة جميلة جدا، أستطيع أن أذهب إلى الإطار الثاني يكون فارغا تماما. ممكن أغير اللون من هنا وأكتب، جيد، بهذا الشكل. أكرر استخدام الجهاز اللوحي، سيكون أفضل كثيرا في الكتابة. يمكنني شراء جهاز لوحي، جيد، لأستخدمه في الكتابة لتكون الكتابة جيدة وأعلم بها الطلاب. طبعا هذا يستخدم في المستوى التمهيدي تقريبا، أعلم الطلاب الحروف، كيفية كتابة الحروف، أكتبها بالقلم أو بالماوس والطلاب يكررون خلفي. أستطيع أن أقوم بتحميل مثلا هذا الإطار، أقوم بتحميله، حفظ الإطار كصورة بهذا الشكل، جيد، أقوم بحفظها هكذا، جيد. ولو ذهبنا لموضع أو مكان الصورة بهذا الشكل، أقوم بفتح الصورة هكذا، جيد، هذه الصورة التي عملنا عليها تم حفظها في شكل عذرا في شكل صورة، الملف أو الإطار أو السبورة تم حفظها في شكل صورة، أستطيع أن أرسلها إلى طلابي، ويمكن أيضا حفظها في شكل ملف PDF بهذا الشكل أيضا هكذا. وأستطيع أن أفتح مثلا الملف هكذا، هذا هو الملف الذي قمت عليه. طبعا هنا الملف يقوم بتحميل كل الإطارات التي قمت في PDF، الإطارات التي قمت بكتابتها بهذا الشكل. سبورة جامبورد مجانية طبعا، وهي مهمة جدا جدا ورائعة حقيقة، يمكنني استخدامها. طبعا من هنا أقوم بعمل تراجع مثلا هكذا لما فعلته، يعني هي سبورة مهمة جدا ومجانية، يمكنني استخدامها من خلال جوجل درايف. أيضا يمكننا إيجاد سبورة جامبورد، جوجل جامبورد، كتطبيق على الهاتف. طبعا الآن نستخدم التابلت، فنبحث هنا عن جامبورد هكذا ونفعل سيرش، سنردها على جوجل بلاي. طبعا أنا حملتها من قبل، سنقوم بفتح التطبيق. طبعا عندما أفتحه في أول مرة يطلب مني الإيميل الذي سيدخل منه على التطبيق، فعلى حسب الإيميل الذي أريده أن أستعمله سواء على الحاسوب أو التابلت
حتى ما أفعله على التابلت يظهر على الحاسوب في نفسي الأكاونت أو أغير الحساب. طبعا هذا ما أستخدمه على الحاسوب تقريبا كتجريبي، يعني يظهر عندي الآن في هذا التطبيق. أيضا ممكن هذا مثلا آخر تطبيق قمنا به على الهاتف، طبعا تقريبا فيه نفس التولز الأدوات، هكذا أستطيع أن أمحو مثلا بعض الكتابات هكذا. جيد. طبعا أيضا ممكن الخطوط من هنا، أستطيع أن أغير الخط هكذا وسمك الخط أو شكل الخط هكذا. جيد. وأكتب بهذا الشكل. جيد. تمام. بهذا الشكل الجميل أيضا أستطيع أن أفتح سبورة أخرى وأحدد مثلا لون الخط الذي سأكتب فيه ونوع الخط هكذا. جيد. هذه سبورة جامبورد، تقريبا نفس الإمكانيات الموجودة على الحاسوب. طبعا أقوم بتسمية هذا الإطار أو هذه السبورة. من هنا أستطيع أن أفعل إعادة تسمية أو ديليت أو إضافة أشخاص. جيد. أو أستطيع أن أفعل جيم شير جيم أز بي دي إف، أستطيع أن أفعل مشاركة كبي دي إف، أو شير زيس فرام أز أن إيمج، يعني أستطيع أيضا أن أشارك هذا كصورة أو كبي دي إف. أستطيع طبعا أن أنا أتصل بزوم وأفعل مشاركة لزوم وأستخدم جامبورد على التابلت، يكون أفضل وممكن على التليفون العادي، لكن على التابلت الشاشة تكون كبيرة وواضحة. جيد. فهذا التطبيق رائع جدا، أستطيع أن أستخدمه من أي جهاز، سواء من التابلت أو كمبيوتر أو اللابتوب. جيد. أو التليفون العادي، هذا هو موجود كتطبيق أيضا على التابلت. كيف حالك؟ عارفين؟ بخير عارفين؟ والحمد لله. جيد. بخير والحمد لله. أنا بخير. اقرأ. أنا بخير. بخير. أنا بخير. أنا بخير. أنا بخير. ممتاز. جيد. اقرأ. أنا طالب. جيد. أنا طالب. أنا طالب. جيد. أنا بخير. أنا طالب. أنا بخير. أنا طالب. ممتاز جدا، بارك الله فيك. اقرأ. الطعام جميل. جيد. الطعام جميل. الطعام جميل. جيد.
اقرأ. هل تحب اللحم؟ Again اقرأ. هل تحب هل تحب اللحم؟ اللحم 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 أو اللحم؟ هل تحب اللحم؟ هل تحب اللحم؟ جيد. هذا سؤال، الجواب ماذا جواب؟ What is the answer؟ نعم، أنا أحب اللحم. ممتاز، نعم أنا أحب اللحم. أوكي، اكتب هذا، اكتب هذه الجملة. الطعام جميل، اكتب. وهل تحب اللحم؟ This question answer and you write the answer. نعم أحب اللحم. جيد. I need to write the الطعام جميل. نعم الطعام جميل. هل تحب اللحم؟ نعم أحب اللحم. اكتب. Okay. أرجو أن نكون قد أفدناكم بهذه السبورة الرائعة، سبورة جامبورت. لعلنا نكون قد أضفنا إليكم شيئا جديدا، وانتظرونا إن شاء الله في إبداعات أخرى وأدوات أخرى لا يستغني عنها معلم الأونلاين. كان معكم صفوة بدوي، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.